قبل لأنه مش معقول أولاد كشفوا حقيقة يدفعوا هذا الثمن. الفساد يلي ناخر كل قطاعات البلد واللي صارنا حلقات عم نحكي فيه بلا ما يسلم ولا قطاع، واللي خلينا نرشح لبنان كأكثر منظومة فاسدة بالعالم، هو موضوع واعيت له كل الدول والجمعيات الأجنبية يلي أعلنت أكثر من مرة أنه ثقتها صارت معدومة بالدولة اللبنانية، ولهيك المساعدات يلي عم توصل للاجئين ما بتمرق عبر الدولة اللبنانية، بتنبعت للجمعيات الأهلية اللي هي بتوزعها على النازحين. وللتأكيد أنه منظومة الفساد كبيرة، فساد الجمعيات يلي عم تسرق مصاري النازحين بطل محمول بهذا البلد، والنازحين بعدد كبير من المخيمات من سنة ونص لليوم مش واصلهم شيء للأسف، ما وصلوا ولا شيء ولا أي شيء بالمرة. التقرير اللي رح تشوفوه هو لشبكة التلفزيون العربي وهو بوثق فساد الجمعيات على لسان النازحين، خلينا نشوفه سوا. نحن صرنا هون سنة ونص عايشين ما شفنا شيء بتاتا. كل مرة في شخص نازل على الأرض بيوزع رح يكون في معه الشخص المسؤول عنه والمدير تبعه. ليش عم بيبيعوا هاي الشغلات؟ وهيدي مش لإلهم، هيدي للاجئين السوريين. كثير جمعيات بتسجل أسماء تروح مع الشركة. من بداية النزوح السوري على لبنان هبت منظمات دولية وجمعيات خيرية محلية وإقليمية لإغاثة اللاجئين اللي هربوا بأرواحهم طالبين الأمن من لبنان، حتى صاروا ثلث عدد سكانه. بس التجاوزات اللي رافقت العمل الإغاثي تركت علامات استفهام كتيرة حول مصير المساعدات واللاجئين. عندنا بالمنطقة بالبقاع في أكبر عدد من مخيمات النازحين السوريين. المخيمات كلها سيئة، بس أسوأ مخيم موجود عندنا اللي هو موجود بمنطقة الفيضة بالعمرية. هذا المخيم للأسف الموضوع الصحي فيه سيء جدا، ما في يعني بشو يسموها جوار صرف صحي. عم الناس الأمراض عم تنتشر بكثافة. هيدا المخيم تقريبا أنا من خلال الأشخاص الموجودين فيه من 6 أشهر ما حدا ولا أي جمعية إغاثية دخلت عليهم. ولدت على هامش هذه المأساة جمعيات تقول بأنها خيرية لمساعدة هؤلاء النازحين، منها ما ساعد فعلا، ولكن في نهاية الأمر ظهرت جمعيات أخرى تعمل في النصب وفي الدجل وفي استغلال أوجاع هؤلاء النازحين، إلى حد أن وصل الأمر إلى هيئة حكومية في لبنان مثل الهيئة العليا للإغاثة التي تبين أن الذي كان يديرها وهو شخص عميد متقاعد من الجيش اللبناني، شخص مختلس وهو إلى الآن لا يزال موجود في السجن بعدما تبين بأنه اختلس أموال اللبنانيين إضافة إلى الأموال التي كانت مخصصة للنازحين للاجئين السوريين. بحسب التقرير اللي نشرته شبكة التلفزيون العربي واللي تناولت فيه قضية توقيف إبراهيم بشير رئيس الهيئة العليا للإغاثة بتهمة اختلاس أموال الهيئة، ما كان رادع بحسب الشبكة لغيره من الفاسدين ولا حافز للتنسيق والمراقبة. المتضرر الأول من هو؟ اللاجئ السوري الذي سمعنا عن حالات خلال الأعوام الماضية، عن حالات موت من البرد، موت أطفال ماتوا من عدم قدرتهم على تحمل البرد. من هالجبال هرب السوريين على منطقة البقاع، وبسعد نايل انتشرت مخيماتهم بين المزارع. الجمعيات الإسلامية اللي هي موجودة اللي بمولوها الخليجيين بشكل عام بيقولوا انه مثلا بدهم يرفعوا تقرير للممول السعودي او الممول القطري او الممول الكويتي، بيقولوا له انه احنا مثلا بمخيم سعد نايل بحاجه الى صبيات وبعدد 100 صبيه، مع العلم انه ما بيكون بالمخيم حدا بحاجه الى هاي الصبيات. بيجيبوا الصبيات يوزعوها للسوريين اللي هي ثمن الصبية 40,000 أو 45,000 صبيات مزود صغيرة، وبيرجعوا بآخر شيء بس يخلصوا تصوير بياخدوا هاي الصبيات وبيرجعوها لعند التاجر نفسه اللي اشتروهن منه 45,000 بيبيعوا إياها 30,000. سوونا خيمة إنقاذ الطفل، بدنا نساوي الخيمة ضلينا أكثر من شهرين نشحد من هذا، بنجيب من هذا خشبة، من هذا حي الله شغلة، بس حتى عمرناه واقفين على خزان مي. صورونا على أساس يجيبونا حطب جمعية كويتية
صورونا حد 10 كياس وعطونا كيس واحد. وبجولة على مخيم المزرعة نسأل اللاجئين عن المساعدات اللي عم توصل لهم. نحن صرنا هون سنة ونص عايشين ما شفنا شيء بتاتا، لا كرتونة يعني مثل ما بقول كرتونة إغاثة. نحن هالشتوية كلها أخذين 20 لتر مازوت. يعني شو بدي أحكي لك عن هالجمعيات أو اللجان اللي عم تجينا لهون كأنه كويتي أو جمعية إنقاذ طفل، يعني شيء وهمي بتاتا، كله وهمي كله وهمي. فشلون نهائيا يعني بيوصلكم شيء بتاتا؟ نهائيا نحن صرنا سنه ونص قاعدين هون بتاتا كرتوني ما اجينا. ليه عم يجيبوها يبيعوها المشايخ للاسف؟ يعني المشايخ عندنا هون عم بيعوها الله وكيلك بيع العادي كيف عم يبيعوها؟ عم بيبيعوها بتجيهم استاذ وعند المستودعات تنزل فيها، والمستودعات موجوده هون. انا رحت لعنده لهيدا المخيم ومتخفي، يعني انا رحت على اعتبار انه انا صاحب مؤسسة تجارية وبدي اشتري منه، فالرجل بيعني بكل أريحية. وأنا وجدت أطنان من المواد الغذائية والحليب تاع الأطفال والحفاضات والمواد التدفئة، أطنان موجودة، في حين أنه نصف الناس عم بتموت من الجوع. وبسؤال بعض المحلات عن الجمعيات اللي بتبيع مساعدات للاجئين، هيك كان الجواب. مرار الشغلة بدها 50,000، بيعطيك إياها 30,000 أو 25,000. وهؤلاء صفتهم ما بعرفش ليش عم بيبيعوا هاي الشغلات، وهيدي مش لإلهم، هيدي للاجئين السوريين. يجيبوا المساعدات يعرضوها على الدكاكين والمحلات. في عنا مثلا جمعيات مثل جمعية إنقاذ الطفل، هي ما إنقاذ الطفل السياسي، هي دمار الطفل. هي الجمعية إنقاذ الطفل عند المشكلة الأكبر، هاي جمعية كبيرة وعندها مساعدات على الأرض. أكثر أنه أصحاب المخيمات يتعرضوا للسرقات عبر هذه الجمعية أكثر من غيرهم. ولو أستاذ يعني الإنسانية ضاعت منه عقاش أساس نحن نزحي كتاقية. والله هذا صعب المزرعة هون، يعني صلوا 5-6 أشهر معطل ما أخذ أجهة منه بلاش معنا. وشوفت هنا كان فضل أغلب الأغراض من عنده، يعني ما من عنا، يعني نحن طلعنا بسيارنا. يعني في كتير جمعيات بتسجل أسماء وتاخد صور عن دفاتر العائلة وصور هويات ومنافست كامل عن المخيم بعدد الأولاد وبعدد النسوان وكذا، ويروح ومعاش يرجع. نحن عندنا 300 عائلة هون من الأصياء، ما وصلنا هذا هاي السنة كاملة. أنا صلي سنة ونص وقاعد هوني كرتوني مجن 20 لتر مازوت الله وكيلك اللي يعطونا إياهم فقط لا غير. شبكة التلفزيون العربي زارت مخيم ليان على أمل أنه يكون وضع اللاجئين أفضل من غير مخيمات. لجنة ليان من الكويت دفعت عنا لمدة سنة تقريبا أو سنة ونص تقريبا، وانتهى العقد وما عاد فيهم يأمنوا هالشي. إجا صاحب الأرض قال يا بتطلعوا يا بتدفعوا أجار، عملنا معه عقد نحن شخصيا وصرنا ندفع أجار. بسؤال مندوب جمعية ليان ببلدية سعد نايل عن اللي سبق وذكروا اللاجئ، أكد أنه الجمعية تهتم بشؤون اللاجئين بالمخيم اهتمام كامل. ما زالوا حتى الآن هن بيساعدوا بأجار الأرض، بيساعدوا بالكهرباء شركة مولد، وبيساعدوا بالغاز. في كتير جمعيات تدعي أنه عم تدفع أجارات للنازحين السوريين للأرض، شقفة أرض أو بيت أو، وبالعكس هني اللاجئين هني عم يدفعوا الأجارات، وديك ما عم يدفعوا شيء ولا من جمعية. لأنه أنا كوني هون بعرف كذا أرض هني جماعة يلم أو يشغل بنته أو ابنه بأي شغلة واللي يطلعوا له من الأمم لا يدفعون أجار بس مشان ضل ساكن، ولا جمعية عم تدفع. تقرير شبكة التلفزيون العربي حمل كل الاتهامات اللي وردت لمنظمة إنقاذ الطفل ببيروت. كل مرة في شخص من جمعية إنقاذ الطفل عم ينزل على الأرض يوزع، رح يكون في معه الشخص المسؤول عنه والمدير تبعه والأشخاص المسؤولين واللي هن عندهم إذا بدك الكفاءة والاختصاص بهذا الموضوع. فولا مرة بيكون في شخص لحاله عم ينزل يشتغل الشغل أو لحاله مسؤول عن توزيع هيدا المساعدات، في دايما عدة أشخاص عم بيكونوا على الأرض وفي رقابة، يعني في شخص عم بيراقبه، الشخص الأعلى منه الشخص الأعلى منه عم بيراقبه. سو ما في إذا بدك مثل احتكار لهيدا الموضوع من قبل شخص واحد، في فريق عمل كتير كبير عم يشتغل وفي أشخاص عندهم الكفاءة والاحترافية اللازمة عم بيراقبوا عمل الأشخاص اللي على الأرض. عند أي خلل
يتم الاتفاق على رفع هذا الخلل كان فساد أو تقصير إلى جهة لكي تحاسب، سواء عبر القضاء اللبناني إن كان الأمر فيه مشكلة جزائية أو عبر أطر محلية، يعني إن كان هناك نوع من التقصير لإقالة فلان وتعيين بديل عنه. يا أستاذ، الظلم ظلم صعب، الظلم فعلاً الظلم صعب، وبنرجع بنتساءل ليش النازح بيسرق، ليش بيشحد، ليش بيقتل، ليش بينتسب للإرهابيين، يلي منه عايش، يلي ما معه ياكل، يلي ما معه يدفي أولاده حتى ما يموتوا من البرد، بيعمل كتير، بيعمل أكتر من هيك كرمال عائلته. بتجي الجمعيات بدها تعمل تقرير للممول السعودي أو الكويتي أو القطري، بيجيبوا صوبيات، حق الصوبية 45,000، بيصوروا النازحين عم ياخدون بحطون هيك، وبس يخلص التصوير بيرجعوا بقشطون يهون، بيرجعوا ببيعون للتاجر ب 30,000 ليرة. بيصوروا العيلة حد 10 كيس حطب، بيعطون كيس واحد. بسنة ونص ما شافوا شيء، ما شافوا إلا تنكة مزود، تنكة وحدة. بتجي المساعدات بخبوها بالمستودعات، بيرجعوا ببيعوها للتجار والناس ميتة من الجوع. المساعدات يلي عم تجي للنازحين صارت على رفوف الدكاكين، واللبناني الفقير كمان يلي ما بتوصل ولا مساعدة عم يرجع يشتريها. سنة ونص كرتوني ما عم توصل للنازحين، في فساد أكتر من هيك؟ وما في شكوى تقدمت امام القضاء باستثناء سرقات الهيئه العليا للاغاثه. هيدي الجمعيات يلي هي افسد من الدوله، مين بيحاسبها؟ اليوم في الجمعيه يلي اسمها انقاذ الطفل اللي شعارها سيف ذا تشيلدرن، هيدي مين بيحاسبها؟ هيدا التقرير يلي اليوم شفتوه هو انطلاقه لنا، هو البدايه بس بهيدا الملف، نحن رح نقدم بهيدا الملف عدد كبير من الاخبارات بجمعيات شغلتها السرقه واللي عم بيتاجروا وفسادهم صار موثق. من الأسبوع المقبل رح تتفاجئوا بشو صرنا مجمعين من إثباتات عن هيدي الجمعيات وغيرها من الجمعيات كمان اللي ما ورد بها التقرير. يلي عنده أي معلومة بهيدا الملف يتواصل معنا لحتى نلحقها ولحتى نضمها للتقارير اللي رح تنعرض كمان، لأنه هيدا ملف كبير كتير وما لازم ينترك. بريك ومنرجع.